كاس العالم السنه دي غير كل البطولات اللي فاتت، وده لاسباب كتيره قوي، من اهمها انه الاول مره يقام على ارض عربيه، وكمان لانه مرتبط بشكل كبير قوي بالسوشيال ميديا في حاجات كتيره جدا. ومن الحاجات دي اهتمام اللجنه المنظمه للبطوله بدعوه كتير من اليوتيوبرز المتخصصين في كره القدم من كل العالم، وده طبعا جه على حساب عدد من لاعبين الكره القدامه، واللي تقريبا دعوتهم كانت نادره جدا، وده بيوضح قد ايه اللجنه المنظمه مهتمه جدا من ساعه حفل قرعه البطوله بالسوشيال ميديا بشكل خاص. الموضوع طبعا ما وقفش لحد هنا، ده احنا كمان شفنا حالات كتيره قوي وصلت لدرجه الاشتباك اللفظي بين المدربين على صفحات السوشيال ميديا، وعشان كده قررنا انه ده يكون موضوع فقره سكوب النهارده عشان نعرف هو ايه اللي اتغير في البطوله دي عن البطولات اللي فاتت، وليه بقت بطوله خاصه جدا على السوشيال ميديا.